لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه المعلقات أولاها معلقة امرئ القيس، وهو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو، وهو المقصور بن حجر، وهو آكل المرار ابن عمرو ابن معاوية ابن الحارث ابن معاوية ابن الحارث ابن معاوية ابن ثور ابن مرتع الكندي. قفا مبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخون فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي، ترى بار الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي، كأني غدا البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أتى وتجملي، وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي، كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي، إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي، فغابت دموع العين مني صبابة على النهر حتى بل دمعي محملي، ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ويوم عقرت للعذار مضيتي فيا عجبا من كورها المتحمل، فظل العذار يرتمين بلحمها وشحم كهدى بالدمق في المفتل، ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة أقالت لك الويلات إنك مرجني، تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعنني، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عني تمائم محوني، إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتي شقها لم يحولي، ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحلني، أقاطم مهلا بعض هذا التدنن، وإن كنت قد أجمعت صومي فأجمني، وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلني ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل، وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا إليها وماشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنجلي، خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرض مرحلي، فلما أجلنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبث في عقاب عقنقلي، أصرت بفودي رأسها فتمايلت علي عظيم الكشف ري المخلخل، مهذبة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجني، كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل، تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطغل، وجيد كجيد الغيم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطني، وفرع يزين المتن أسود فاحم هذيذ كقنو النخلة المتعكني،
غدائره مستجزرات إلى العلا، تظل العقاصا في مسنى ومرسل، وكشف لطيف كالجدير مخصل، وساق كأنبوب السقي المذلل، وتضحي بتيت المسك فوق فراشها، نقوم الضحى لم تنتفق عن تفضل، وتعطو برخص غير شذن كأنه أشاريع ظبي أو مساويك إسحل، تضيء الظلام بالحشاء كأنها منارة ممسى راهد متبتل، إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا ما ازدكرت بين درع ومجول، تسلت عماياس الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواك بمنسل، ألا رب خصم فيك ألواردته نصيح على تعذابه غير مؤتني، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بك الكلي، ألا أيها الليل الطويل أذنجني بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتن شدت بيدبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمرات كتان إلى صم جندلي، وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهن مني ذلول مرحلي، وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعين، فقلت له لما عوى إن شأننا قليل الغنى إن كنت لما تمولي، كلانا إذا ما نال شيئا أفاته ومن يحترس حرثي وحرثك يهزلي، وقد أرتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل، على الذبل جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي، مسحا إذا ما السابحات على الونا أثرنا الغبار بالكديد المركل، يزل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب عنيف المثقل، درير كخذروف الوليد أمره تتابع كفيه بخيط موصل، له أيطلا ظبي وساقى نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفني، ضليعا إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بآذلي، كأن على المثنين منه إذا انتحى مداك عروس أو صلاية حنظني، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل، فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مذين، فأدبرن كالجذع المفصل بينه بجيد معمم في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواهرها في صرة لم تزين، فعاد عداء بين ثور وناجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل، فظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجن، ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه متى ما ترقى العين فيه تسفل، فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل، أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، يضيء سناه أو مصابيح راهب أمام السليط بالذبال المفتل، قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين العذيب بعد ما متأمل، على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبل، فأضحى يصح الماء حول كتيبة يكب على الأذقان دوح كنهبل، ومر على القنان من نفيانه فأنزل منه العصم من كل منزل،
قتيمة لم يترك بهاجر نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندل، كأن كبيرا في أرانيم وبله، كبير أناس في بجاد مزمل، كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والغساء فلكة مغزل، وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني ذي العياب المحمل، كأن مكاكي الجواء غدية صبحن سلافا من رحيق مفلفل، كأن السباع فيه غرقا عشية بأرجائه القصوى أنابيس عنصل. المعلقة الثانية لطرفة بن العبد البكري، وهو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، لخولة أقلال لبرقة ذهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي، عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح فورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليد، وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سنطي لؤلؤ وزبرجدي، خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي، وتبسم عن ألما كأن منورا تخلل حر الرمل دعس له ندي، سبته إيات الشمس إلا لذاته أسف ولم تكدم عليه بإثمدي، ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخددي، وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقام تروح وترتدي، أمون كأنواع الإيران نصأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي، جمالية ودناء تردي كأنها تفنجة تبري لأزعر أربدي، تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، تربعت القفين في الشول ترتعي حدائق مولي الأسرة أغيدي، تريع إلى صوف المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبدي، كأن جناحي مضرحي تكنفا حفافيه شكا في العسيب بمسردي، فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاو مجددي، لا فخذان أكمل النحظ فيهما كأنهما بابا منيف ممرد، وطي محال كالحني خلوفه وأجرنة لزت بدأي منضد، كأن كناس ضالة يكنفانها وأطرق سي تحت صلب مؤيد، لها مرفقان أفتلان كأنها تمر بسلميدا لجن متشدد، كقنطرة الرومي أقسم ربها لتفتنفا حتى تشاد بقرمدي، صهابية العثنون موجدة القرى بعيدة وخد الرجل موارة اليد، أمرت يداها فتل شذر وأجنحت لها عضداها في سقيف مسند، جنوح دفاق عندل ثم أفرعت لها كتفها في معالا مصعد، كأن علوب النسع في دآياتها موارد من خلقاء في ظهر قرددي، سلاق وأحيانا سفين كأنها بنائق غر في قميص مقدد، وأتلع نهاض إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلة مصعد، وجمجمة مثل العلاة كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف مبرد، وخد كقرطاس الشآم ومشفر كسبت اليماني قده لم يجرد، وعينان كالماويتين استكنتا بكهفي حجاجي صخرة قاس موردي، طحوران عوار القذافة تراهما
كمكحولتي مذعورة أم فرقدي وصادقة سمع التوجس للسرى لهز خفي أو لصوت مندد مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي شاك بحومذ مفردي وأروع نباض أحد ململم كمرجات صخر في صفيح مصمد وأعلم مخروط من الأنف مارن عتيق متى ترجم به الأرض تزدي وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت مخابة ملوي من القد محصد وإن شئت ساما واسط الكور رأسها وعامت بضبعيها نجاء الخفيددي على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي وجاشت إلي النفس خوفا وخاله مصابا ولو أمسى على غير مرصدي إذا القوم قالوا من فتاخت أنني حنيت فلم أكسل ولم أتبندي أحلف عليها بالقطيع فأجلمت وقد خب آل الأمعز المتوفد فذالت كما زالت وليدة مجلس سري رباء أذيال سحل ممدد ولست بحلال اطلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي فإن تبغني في حلقة القوم تلقني وإن تلتمسني في الحوانيت تصطدي متى تأتني أصبحت كأسا روية وإن كنت عنها باغما فاغن وازددي وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الشريف المصمد لدى ما يبيض كالنجوم وقينة تروح إلينا بين برد ومجسد رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس ندامة ضبة المتجرد إذا نحن قلنا أسمعي نبرت لنا على رسلها مطروفة لم تشدد إذا رجعت في صوتها خلت صوتها تجاوب أضآر على ربع ردي وما زال تشرى بالخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومسندي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد على أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأنا أشهد اللذات هل أنت مخلدي فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي ولولا ثلاث هن من عيشة البتاء وجدك لم أحفل متى قام عودي فمنهن سبق العاذنات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي وكر إذا نادى المضاف مجندا كثيب الغضا نبهته المتورد وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببحكمة تحت الخباء المعمد كأن البرين والدماليج علقت على عشر أو خروع لم يخضد كريم يروي نفسه في حياته ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غويا في البطالة مفسدي ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيمة مال الفاحش المتشدد أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطوال المرخى وثنيه باليد متى ما يشاء يوما يقده لحتفه ومن يك في حبل المنية ينقضي فما لأراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأى عني ويبعدي يلوم وما أدري على ما يلومني كما لامني في الحي قرط بن معبدي وأيأسني من كل خير طلبت كأنا وضعناه إلى رمش ملحدي على غير شيء قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي وقربت بالقربى وجدك إنه متى يك أمر للنكيفة أشهدي وإن أدعى للجلاء أكن من حماتها وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهدي وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم
بشرب حياض الموت قبل التهدد بلا حدث أحدثته وكمحدث هجائي وقذفي بالشكاة ومطرد. فلو كان مولاي امرأ هو غيره لقر كربي أو لأنظرني غدي، ولكن مولاي امرؤ هو خالقي على الشكر والتسأل أو أنا مبتدي. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. فدرني وخلقي إنني لك شاكر ولو حل بيتي نائيا عند برغدي. فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرددي. فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي. أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. فآليت لا ينفك كشحي بطانة لعرض رقيق الشفرتين مهندي. حسام إذا ما قمت منتصرا به كفى العود منه البدء ليس بمعضدي. أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة إذا قيل مهلا قال حاجزه قدي. إذا ابتدر القوم السلاح وجدتني منيعا إذا بلت بقائمه يدي. وبرك هجود قد أثارت مخافتي رواديها أمشي بعرض مجرد. فمرت كهاتم ذات خيف جلالة عقيلة شيخ كالوبيل يلنددي. يقول وقد سر الوظيف وساقها ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي. وقال ألا ماذا ترون بشارب شديد علينا بغيه متعمدي. وقال ذروه إنما نفرها له وإلا تكفوا قافي البرك يزددي. فظل الإماء يمتلل نحوارها ويسعى علينا بالسدي في المترهدي. فإن مت فامحيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي. بطيء عن الجل سريع إلى الخنا ذلول بأجماع الرجال ملهدي. فلو كنت وغنا في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتوحدي. ولكن نفى عني الرجال جراءتي عليهم وإقدامي وصدقي ومحتدي. لعمرك ما أمري علي بغمة نهاري ولا ليلي علي بسرمدي. ويوم حبست النفس عند عراكها حفاظا على عوراته والتهدد. ألا موطن يخشى الفتى عنده الردى متى تعترك فيه الفرائص ترعدي. وأصغر مضبوح نظرت حواره على النار واستودعته كف مجمدي. أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غدي. ستبدينك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ويأتيك بالأخبار من لم تدع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. المعلقة الثالثة وهي لزهير بن أبي سلمى المزني. أم الأم أو فادمة لم تكلمي لحومانة الدراج فالمتسلمي. ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي. بها العين والأرآم يمشين خلبة وأطلاعها ينهضن من كل مجسمي. وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. أسافي سفعا في معرف مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلمي. فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. تبصر خليلي هل ترى من ضعائل تحملن بالعلياء من فوق جرثمي. جعلنا القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرمي. علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم. ظهرنا من السوبان ثم جزعنه على كل قيمي قشيب ومفأمي.
والركل بالصوبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتنعم. بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن وواد الرأس كاليد للفم. وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم. كأن فتات العهن بكل منزل نزل به حب الفنا لم يحطم. فلما وردنا الماء زرقا دمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. سعى ساغيا غيظ ابن مرة بعدما فيزل ما بين الأشيرة بالدم. فأقسمت بالبيت الذي طاب حوله رجال بنوه من قريش وجوهم. يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. فدارتما عبسا ولبيان بعدما ففانوا ودقوا بينهم عطر منشم. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول مسلم. فأصبحتما منها على خير موطن بايدين فيها من عقوق وماذم. عظيمين في عليا مع الدن هديتما ومن يستبح كنزا من المجد يعظم. تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم. ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهرقوا بينهم ملء محجم. فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المسنم. ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانها لقسمتم كل مقسم. فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتبرا إذا ضريتموها فتبرمي. فتعرككم عرك الرحى بثفارها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي. فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم تربع فتفطني. فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرم بالعراق من قفيز ودرهم. لعمرو لنعم الحي جر عليهم بما لا يؤتيهم حصين بن ضمضمي. وكان طوى كشحا على مستكنة فما هو أبداها ولم يتقدم. وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجم. فشد ولم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم. لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أبصاره لم تقلم. جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدأ بالظلم يظلم. رعوا ظماهم حتى إذا تم أوردوا غمارا تبرى بالسلاح وبالدم. فقضوا منايا بين أنتم أفضروا إلى كلئن مستوبد متوخم. لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم. ولا شاركت في الموت في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المخزم. فكلا أراهم أصبحوا يعقبونه صحيحات مال طالعات بمخرم. لحي الحلال يعصم الناس أمر. فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه صحيحات مال طالعات بمخرم. لحي الحلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم. كرام فلا بالضغن يدرك تبله ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم. سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبالك يسأم. وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. رأيت المنايا خط عشواء من تصل تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ومن لم يخالع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتمي. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن يوفي لا يذمم ومن يهدى قلبه
إلى مطمئن البر لا يتجمجم. ومن هذا أسباب المنايا يمنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم. ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل الأهدم. ومن لم يبد عن حوضه بسلاحه يهدم. ومن لا يظلم الناس يظلم. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه. ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه بالتكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وإن سفى الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم ومن أكثر التسأل يوما سيحرم. المعلقة الرابعة وهي لنبيذ بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الصحابي رضي الله عنه. عبت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها. فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها. زمن تجرم بعد عهد أنيسها حجج خلون حلالها وحرامها. رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جوزها فرهامها. من كل سارية وغاب مدجن وعشية متجاوب إرزامها. فعلى فروع الأيهقان وأطبلت بالجهلتين غباؤها ونعامها. والعين عاكبة على أطلاعها عودا تأجل بالفصائب هامها. وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. أو رجع واشمة أشف نورها كذبا تعرض فوقهن وشامها. فوقفت أسألها وكيف سؤالنا ثم الخوابد ما يبين كلامها. عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها. ساقت كظعن الحي حين تحملوا فتكنسوا قطنا تصر خيامها. من كل محفوف يضل أصيه زوج عليه قلة وقرامها. زجلا كأن نعاجته بحفوقها وضباء وجرة عطفا أرامها. حفزت وزينها الشراب كأنها أجزاء ذيشة أثنها ورضامها. بل ما تذكر من نوار وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها. مرية حلت بفيد وجاورت أهل الحجاز فأين منك مرامها. بمشارق الجبلين أو بمحجر فتضمنتها فردة فرخامها. فصوائق إن أيمنت فمظنة منها رخاف القهر أو طلخامها. فاقطع لبانة من تعرض وصله ولشر واصل خلة صرامها. واحمل الجامل بالجزيل وصرمه باقا إذا ضلعت وزاغ قوامها. بطليح أسفار تركن بقية منها فأحنق صلبها وسلامها. فإذا تغالى لحمها وتحشرت وتقطعت بعد الكلال خدامها. فلها هباب في الزمام كأنها صهباء خف مع الجنوب جهامها. أو ملمع وسقت لأحقب لاحه طرد الفحول وضربها وكدامها. يعلو بها حدب الإكام مسجج قد رابه عصيانها ووحامها. بأحزة الثلبوت يربأ فوقها قهر المراقب خوفها أرآمها. حتى إذا سلقا جمادى ستة جزءا فطال صيامه وصيامها. رجعا بأمرهما إلى ذي مرة
حصد ونجح صريمة إبرامها ورمى درابرها السفا وتهيجت ريح المصايف سومها وسهامها فتنازع سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب برامها مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخان نار سابع أسنامها فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عرضت أقدامها فتوسقا عرض السري وصدعا مسجورة متجاورا قلامها محبوبة وسط اليراع يظلها منه مصرع غابة وقيامها أغى تلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصوار قوامها خنساء ضيعت الفرير فلم يرم عرض الشقائق قوفها وبغامها لمعفر قهد تنازع شروه غبس كواسب لا يمن طعامها صادفن منها غرة فأصبنها إن المنايا لا تطيش سهامها باتت وأسبل واكف من ديمة يروي الخمائل دائما تسجامها يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم ظلامها تجتاب أصلا خالصا متنددا بعجوب أنقاء يميل هيامها وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحر يسل نظامها حتى إذا حشر الظلام وأشفرت ذكرت تزل عن الثرى أزلامها عنحت تردد في نهاء صعائد سبعا شؤاما كاملا أيامها حتى إذا يئست وأسحق حالق لم يبله إرضاعها وفطامها فتوجست رج الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس شقامها فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا غبثا دواجن قافلا ناصامها فلحقن واعتكرت لها مدرية كالسمهرية حدها وتمامها لتذودهن وأيقنت إن لم تذب أن قد أحم من الحسوب حمامها فتقصدت منها كساب فضرجت بدم وغودر في المكر سقامها فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أرضية الشراب إثامها أخذ اللبان لا أفرط ريبة أو أن يلوم بحاجة لوامها أولم تكن تدري نوار بأنني وصال عقد حبائل جزامها سراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها بل أنت لا تدرين كم من ليلة طرق اللذيذ لهوها وندامها قد عدت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها أغلي السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها بصبوح صافية وجلب كريمة بموتر تأتاله أبهامها بادرت حاجتها الدجاج بسحرة لأعل منها حين هب نيامها وغدات ريح قد وزعت وقرة قد أصبحت بيد الشمال إمامها ولقد حميت الحي تحمل شكتي فرط وشاحي إذ غدوت لجامها فعلوت مرتقبا على ذي هبوة حرج إلى أعلامهن قتامها حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها أسهلت وانتصبت كجذع منيقة جرداء يحصر دونها جرامها رفاتها طرد النعام وشله حتى إذا سخنت وخف عظامها قلقت رحالتها وأسبل نحوها وابتل من زبد الحميم حزامها ترقى وتطعن في العنان وتنتحي ورد الحمامة إذ أجد حمامها وكبيرة غرباؤها مجهولة ترجى نوافرها ويخشى دامها غلب تشجر في الدحون كأنها جل البدي رواسيا أقدامها
أنكرت باطلها وبؤت بحقها عندي ولم يفخر علي كرامها وجزور أيسار دعوت لحذفها بمغالق متشابه أجسامها أدعو بهن لعاقر أو مصغر بذلت لجيران الجميع لحامها فالضيف والجار الجليب كأنما هبطا تبابة مخصبا أهضامها تاوي إلى الأطناب كل ردية مثل البلية قالص أهدامها ويكللون إذا الرياح تناوحت خلجا تمد شوارعا أيتامها إنا إذا التقت المجامع لم يزل منا لزاز عظيمة جشامها ومقسم يعطي العشيرة حقها ومغمر لحقوقها هضامها فضلا وذو كرم يعين على الندى سمح كسوب رغائب غنامها مما شرين سمت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها لا يطبعون ولا يبور فعالهم إذ لا يميل مع الهوى أحلامها فقنا بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها وإذا الأمانة قسمت في معشر أوفى بأوفر حظنا قسامها فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه فسما إليه كانها وغلامها وهم السعاة إذا العشيرة وضعت وهم فوارسها وهم حكامها وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يميل مع العدو لآمها. المعلقة الخامسة بعمرو بن كلثوم التغلبي. ألا هبدوا بصحنك فاصبحينا ولا تبقي قمور الأندرينا بشاشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يمينا ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا صبمت الكأس عنا أم أمر وكان الكأس مجراها اليمينا وما شر الثلاثة أم أمر بصاحبك الذي لا تصبحينا وكأس قد شربت ببال بك وأخرى في دمشق وقاصرينا وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم كنت الأمينا في يوم كريهة ضربا وطعنا أقر بها مواليك العيون وإن غدا وإن اليوم رهنا وبعد غد بما لا تعلمينا تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيقل أدمى بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وثديا مثل حق العاج رصا حصانا من أكف لا نسينا ومكني لبنة شمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا ومأكمة يضيق الباب عنها وكسحا قد جننت بها جنونا وساريتي بلمط أو رخام يرن خشاش حديهما رنينا فما وجدتك وردي أم شقد أضلته فرجعت الحنينا ولا شمطاء لم يترك شقاها لا من تسعة إلا جنينا تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا فأعربت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلتينا أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها النبينا وسيد معشر قد توجوه
بتاج الملك يحمي المحجرين. تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة معنتها سهونا، وأنزلنا البيوت بذي طلوع إلى الشامات تنفي المريدين. وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا. متى ننقل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينا. يكون سفادها شرقي نجل ولهوتها قباعة أجمعين. نزلتم منزل الأضياف منا فأجلنا القراء تشتمونا. قريناكم فأجلنا قراءكم قبيل الصبح مرداة تنفحونا. نعم أناسنا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما حملونا. نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا وشينا. بسمر نقل الخطي لذن ذواب الأرض بيض يختلينا. كأن جمادم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا. نشق بها رؤوس القوم شقا ونختلب الرقاب فتختلينا. وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا. ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا. ونحن إذا عماد الحي خرج عن الأخفاض نمنع من يمينا. نجد رؤوسهم في غير بر فما يدرون ماذا يتقون. كأن شعوبنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا. كأن ثيابنا منا ومنهم قبضنا بأرجوان أو طلينا. إذا ما عي بالإشتاف حي من الهول المشبه أن يكون. نصبنا مثل راوة ذات حد محافظة وكنا السابقين. بشبان يرون القتل مهدا وشيب في الحروب مجربين. حذي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا تبينا. وأما يوم لا نخشى عليهم فتمعن غارة متلبذينا. براس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونا. ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد وهينا. ألا لا يجهل أحد علينا فنجال فوق جال الجاهلين. بأي مشيئة عمر بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا. بأي مشيئة عمر بن هند تطيع بنا الوشاة وتذكرينا. تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا بأمك مقتوينا. فإن قناتنا يا عمرو آيت على الأعداء قبلك أن تلينا. إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة زبونا. عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا. فألحج السبي بشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين. ورثنا مجد ألقمة بن سيف أباح لنا حصون المجددين. ورثت مهيلا والخير منه زهير النعم ذخر الذاكرين. وعتابا وكلثوما جميعا بأملنا تراث الأكرمين. وذا البرة الذي حدثت عنه بإن احنا ونحن المحجرين. ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا. متى نعقد قرينتنا بحبل تجد الحبل أو تقصي القرينا. ونوجد نحن أمنعهم دمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا. ونحن غدا تعقد في خزازة رفدنا فوق رفد الرافدين. ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الدرينا. ونحن الحاكمون إذا أطعنا. ونحن العازمون إذا عصينا. ونحن التاركون لما سخطنا. ونحن الآخذون لما رضينا. وكنا الأيمنين إذا التقينا. وكان الأيسرين بنو أبينا. فصاموا صولة في من يليهم وصونا صولة في من يلينا. فآموا بالنهاب وبالسبايا ووبنا بالملوك مفقدينا.
إليكم يا بني بكر إليكم. ألما تعرفوا منا اليقينا ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا علينا البيض واليلظ اليماني وأسياب يقمن وينحنينا علينا كل سابغة انتراس ترى فوق النطاق لها غضونا إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جنود القوم جونا كأن غضونهن مسون غدر تصدقها الرياح إذا جرينا وتحملنا غداة الروع جرد عرفنا الأمان قائد والسنين وردنا دوارعا وخرجنا شوزا كأمثال الرصائع قد بنينا وإذناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا على آثار أبيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا أخذنا على بعولتهن عادا إذا لاقوا كتائب معلمين لا يختلفن أفراسا وبيضا وأشراف الحديد مقرنين حرون بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا إذا ما رحنا نمشي إلى الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقفن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحميهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حينا دعائنا من بني جسم بن بكر خلطنا بميسا حسبا ودينا وما منع الدعائنا مثل ضرب ترى منه السواعد كالقنونا كأما والسواف مسللات ولدنا الناس طرا أجمعونا يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزائرة بأبطحها الكرينا وقد علم القبائل من مهد إذا قبض بأبطحها بنينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أردنا وأن المازلون بحيث شينا وأن التاركون إذا سخطنا وأن الآخذون إذا رضينا وأن العاصمون إذا أطعنا وأن العازمون إذا عصينا ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كبيرا وطينا على أبيض الطماح أنا ودعمي هذا كيف وجدتمونا إذا ما الملك سام الناس خسا أبينا أن نقر الذل فينا لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا إذا بلغ الرضيع لنا فتاما تخر له الزبادر. السادسة لعنترة بن شداد العبسي. هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلم كالأصم الأعجمي ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع رواكد جثمي يا دار عملة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عملة واسلمي دار لآلسة غضيض طرضها طوع العنان لذيذة المتبسم فوقفت بها ناقتي وكأنها أدن لأقضي حاجة المتلوم وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتذلم حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم حلت بأرض الزائرين فأصبحت حسرا علي طلابك ابنة مخرمي علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم وبليل مظلم ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم
فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم، إذ تستبيك بذي غروب واضح عذب مقبله لذيذ المطعم، وكأن فأرة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم، أو روضة أنفا تضمن نبسها غيث قليل الذمن ليس بمعلم، جادت عليه كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم، سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم، وخلى الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنم، هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجلم، تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق شرات أدهم ملجم، وعشيتي سرج على عبل الشوى نهد مراكضه نبيل المحزم، هل تبلغني دارا شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرم، خطارة غب السرى زيافة تطس الإكام بوحد خف ميثم، وكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلم، تأوي له قلص النعام كما أود حزق يمانية لأعجم طمطم، يتبع نقل تراسيه وكأنه حدج على نعش لهن مخيم، صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلم، شربت بماء الدحر ضيم فأصبحت زوراء تنذر عن حياض الديلم، وكأنما تنأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤوم، هر جنيب كلما عطفت له غضبت تقاها باليدين وبالفم، أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم، بركت على جنب الرداء كأنما بركت على قصب أجش مهضم، وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقم، ينبع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدم، إن تغدي في دون القناع فإنني قب بأخذ الفارس المستلهم، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم، ولقد شربت من المدامة بعدما رشد الهواجر بالمشوف المعلم، بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مقدم، فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي، وحليلي غانية ترفت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم، سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندم، ألا سألت القيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إلا أزال على رحالة سابح نهج تعاوره الكمات مكلم، فورا يجرد للطعام وتارة يأوي إلى حصد القسي عرمرمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، فأرى مغانم لو أشاء حويتها فيصدني عنها الحياة وتكرمي، ومدجج كره الكمات لذاله لا ملعن هربا ولا مستسلم، جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقب صدق الكعوب مقوم، برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتسى الذئاب الضرم، أشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم، فتركته جذر السباع يدشنه يقدمن حسن بنانه والمعصم، ومشك سابغة هتكت بروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلم، ربد يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملومي،
لما رأني قد نزلت أريده أبدان وأجده لغير تبسمي عادي به مد النهار كأنما خضب البنان ورأسه بالأغلمي فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة مخدمي بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوامي يا شاتم قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي فبعثت جاريتي فقلت لا اذهبي فتجسسي اخبارها لي واعلمي قالت رايت من الاعادي غره والشات ممكنه لمن هو مرتمي وكان من ثبتت بذي بجدايه رشا من الغزلان حر ارتمي نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبذة لنفس المنعم ولقد حذرت وصات عمي بالضحى إذ تقلط الشبتان عن وضح الفم في حومة الحرب التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمومي هل يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي يدعون عن ترى والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولباني حتى تسربل بالدم فازور من وقع القناة بلبانه وشكى إلي عبرة وتحمحمي لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك أنت رأقدمي والخيل تقتحم الغبار عابسا من بين شيظمة وأجرد شيظمي ذلل ركابي حيث شئت مشايعي لبي وأحفظه بأمر مبرمي إني عداني أن أزورك فألمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي حالت رماح ابن بغيض دونكم وزوت جوال الحرب من لم يجرمي ولقد شررت المهر يدمي نحره حتى اتقتني الخيل بابن حذيمي ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابن ضمضمي الشاتم عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي إن يفعلا فلقد ترست أباهما جذر السباع وكل نسر قشعمي. المعلقة السابعة للحارث بن حلزة اليشكري. آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه السواء بعد عهد لنا ببرقة شمنا أفادنا ديارها الخلصاء فالمحيات فالصفاح فأعنى وفتاق فعاذب فالوفاء فرياض القطا فأودية الشرب فالشعبتان فالأبلاء لا أرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلها وما يخير البكاء وبعينيك أوقدت هند النار أخيرا تلوي بها الألياء فتنورت نارها من بعيد بخزازة هيهات منك الصلاء أوقدتها بين العقيق بشخصين بعود كما يلوح الضياء غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالسوي النجاء بزفوف كأنما هقلة أم مرئال دوية سقفاء آنست نبأة وأفزع القناص عصرا وقد دنا الإمساء فترى خلفها من الرجع والواقع منينا كأنه أهباء وطراقا من خلف إن طراق ساقطات ألوت بها الصحراء أتلها بالهواجر إذ كن لبنها من بلية عمياء وأتانا من الحوادث والأنباء خطب لنا به ونساء أن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قيلهم إحفاء يخلطون البريء منا بالذنب ولا ينفع الخلي الخلاء زعموا أن كل من ضرب العين رموال لنا وأن الولاء أجمعوا أمرهم عشاء فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء من مناد ومن مجيب ومن تصهان خيل خلال ذاك
شرغاه أيها الناطق المرقص عنا عند أمر وهل لذاك بقاء لا تخلنا على غراتك إنا قبل ما قد وشابنا العداء فبقينا على الشناءة تنمي نا حصون وعزة قاساء قبل ما يوم بيضت بعيون الناس فيها تغيط وإباء وكأن المنون ترضي بناءر على جون ينجاب عنه العماء مكفيرا على الحوادث لا ترتو للدار مؤيد صماء حرمي بمثله جالة الخيل فآبت لخصمها الأجلاء ملك مقسط وأفضل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء أيما قطة أردتم فأدوا ها إلينا تمشي بها الأملاء إن إن بشتم ما بين منحة فالصاقب فيه الأمرة والأحياء أو نقشتمها النقص يجشمه الناس وفيه الصلاح والإبراء أو سكتتم عنا فكنا كمن أغمض عينا في جفنها أقذاء أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء هل علمتم أيام يمتاب الناس غوارا لكل حي عواء إذ ركبنا الجمال من سعف البحرين سيرا حتى نهى الحساء ثم ملنا على تميم فأحرمنا وفينا بنات قوم إماء لا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل المجاء ليس ينجي موائلا من حذار رأس طول وحرة رجلاء فملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر ابن ماء السماء ملك أضرع البرية لا يوجد فيها لما لديه كفاء ما أصاب من تغلبي فمطلول عليه إذا أصيب العفاء كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر عن نحن لابن هند الرعاء إذا حل العلياء قبة ميسو نفأدنا ديارها الأوصاء فتأوت له قراضبة من كل حي كأنهم ألقاء فأداهم بالأسودين وأمر الله بل هم تشقى به الأشقياء إذ تمنونهم غرورا فساقتهم إليكم أمنية أشراع لم يغروكم غرورا ولكن رفع الآن شخصهم والضحاء أيها الناطق المبلغ عنا عند أمر وهل لذاك انتهاء من لنا عنده من الخير آيات دلاث في كلهن قضاء آية شارق الشقيقة إذ جاءوا جميعا لكل حي اللواء حول قيس المستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء وفتيت من العواتك لا تنهاه إلا مبيضة رعلاء فرددناهم بطعن كما يخرج من قربة المزاد الماء وحملناهم على حزم سهلا نشلالا وتمي الأنساء وجبهناهم بطعن كما تنهز في جمة الطوي الدلاء قل فعلنا بهم كما علم الله هو ماء للخائنين دماء ثم حجرا عن ابن أم قطام ولو فارسية خضراء أسد في اللقاء ورد هموس وربيع شمرت غبراء وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء ومع الجون جون آل بني الأوس عنود كأنها دفواء ما جزينا تحت العجاجة إذ ولوا شلالا وابتلى الضلاء وأقدناه رب غسان بالمنذر كرا إذ لا تكال الدماء وأتيناهم بتسعة أملاك كرام أسلابهم أغلاء وولدنا عمرو بن أم أناس من قريب لما أتانا الخباء مثلها يخرج النصيحة للقوم فلات من دنيا أفلاء فاتركوا الطيف والتعاش وإما تتعاشوا فبالتعاش الداء واذكروا عبد المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء حذر الجور والتعدي وهل ينقض ما في المعارق الأهواء واعلموا أننا وإياكم فيما اشترفنا يوم احتلفنا سواء عنة باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الضباء أعلينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومن الجزاء أم علينا جرائياد كما قيل لطسم أخوكم الأباء ليس منا المقربون ولا قيس ولا جندل ولا الحداء أم
الجنا يا بني عتيق فمن يغدر فإنا من حربهم براء أم علينا جر العباد كماني فبجوز المحمر الآباء وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن قضاء تركوهم ملحبين وآبوا بنهاب يصم منها الحداء أم علينا جر حنيفة أو ما جمعت من محارب غبراء أم علينا جر فضاة أم ليس علينا فيما جنوا أنداء ثم جاءوا يسترجعون فلم ترجع لهم شامة ولا زهراء لم يخلوا بني رزاح لبرقاء طاع لهم عليهم دعاء ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهر ولا يبرد الغليل الماء ثم خيل من بعد ذاك مع الفل لا قلى رفة ولا يبقاء وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء.